كالعاده زي ما حضراتكم عارفين يمكن كلنا قعدنا قبل كده في هذه الدائره، يمكن احمد اول مره. اول مره احنا دايما بنتكلم اسئله مع بعض، اللي عايز يسال يسال واللي عايز يتكلم يتكلم، اهم حاجه ان الناس تسمع، هي دي الحاجه اللي احنا يعني دايما بنتكلم عنها. ولكن دايما ما بيبقاش دايما الدنيا ماشيه بالدور، الدنيا ماشيه حديث ما بيننا احنا الخمسه في كل الامور. كابتن حشيش هبدا بيك كالعاده، مباراه الاهلي وسان داونز كيف رايتها وكيف تراها؟ يعني طبعا كانت مباراه صعبه جدا، يعني فريق محترم من اقوى فرق افريقيا. النادي الاهلي بدا معلش كابتن المقدمه، انا شايف ان طبعا فريق كويس وفريق قوي وفريق جامد وكل حاجه، ولكن وجهه نظري ان فريق سان داونز ليس بالمرعب كيفما يصور لينا. انا كل ما افتح استوديو او كل ما اسمع حاجه في الراديو، انا ده رايي، انا معرفش طبعا راي حضراتكم ايه. لا ما انا لسه هعقب، لكن انا بالنسبه لي انا بشوف فريق قوي وجيد وكل حاجه، ولكن الفريق المرعب بالفعل هو النادي الاهلي. صحيح، لعيبه النادي الاهلي هي اللي تستحق ان احنا نتكلم عنها. كل ما افتح الاقي واحد يقول لك ايه ده عندهم افضل باك ليفت في التاريخ، وافضل مثلا يعني وافضل باك رايت في التاريخ، وعندهم ملاكم في اليمين ضرب رضا رادر غير الملاكم بقى كمان. هم يعني فريق اسلام يعني طبعا فريق كويس، يعني هم طبعا من الفرق كويسه. مباراه على ارضهم وهم طبعا بيلعبوا النادي الاهلي الكبير وسوابق، فكان لازم يبقوا مستعدين كويس قوي قوي وعارفين المباراه الاولانيه عندهم، فلازم يبذلوا قصارى جهدهم في المباراه، بيلعبوا كل قوتهم لان عارفين ان جايين للنادي الاهلي في مصر، وما ادراك ما النادي الاهلي في استاد القاهره بجمهوره الكبير بالنادي الاهلي. اللي عايز اقوله بقى غير ان النادي الاهلي نادي القرن واكبر نادي في افريقيا وصاحب اكبر بطولات، انما النادي الاهلي كمان رجالته بتبان في المواقف الصعبه. يعني انا متخيل ان شاء الله، يعني ويمكن طبعا الكلام على الهوا، ان انت هتتفاجئ بالنادي الاهلي في مصر حاجه تانية خالص غير اللي شفتها الماتش اللي فات. الماتش اللي فات بظروفه الراجل كان له استراتيجيه معينه في المباراه مشي بيها البر الامانه، بعتبر نتيجه 1-0 طبعا مش احسن حاجه بالنسبه للنادي الاهلي، انما كان ممكن طبعا تبقى 1-1 كان ممكن قوي، يعني برغم الظروف دي كلها انما كان ممكن تبقى 1-1 كانت هتفرق جامد. صحيح. انما طبعا موضوع التحكيم ده هنتكلم عليه بعد كده، انما اللي حصل 1-0 النادي الاهلي عنده فرصه وفرصه كبيره جدا هنا في وسط جمهوره بلاعبته الكبيره المميزه اصحاب المواقف الصعبه في الاوقات الحرجه. ان شاء الله باذن الله في وسط جمهورنا هتبقى مباراه قويه جدا هنا، وان شاء الله الاهلي هيكسب ان شاء الله، وهيكسب ان شاء الله كويس، وهيتاهل ان شاء الله النهائي.